البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لم يكن فقط رجل ديني، لم يكن فقط رجل مصري، لم يكن فقط رجل وطني، ولكنه أيضا كان له مواقف سياسية كثيرة. البابا شنودة في أول صدام لي مع السلطة كان سنة 1981 مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان رافض لمعاهدة السلام مع إسرائيل. وفي أول زيارة للسادات لإسرائيل وفي أول زيارة للسادات أيضا مع حفظ الألقاب طبعا لأمريكا، رفض البابا شنودة أنه يكون معاه، وده كان أول صدام لي مع السلطة في مصر ومع السياسيين ومع الحكومة المصرية. حقيقي أنه كان رجل ليه مواقف كتير جدا تحسب إليه، حقيقي أن كلنا افتقدناه، حقيقي أن كل مصر افتقدت رجل ذو حكمة ووطنية ومصرية كبيرة جدا. ضيفنا في الفقرة دي هيكون أستاذ روبير الفارس، وهو مساعد رئيس تحرير جريدة وطني، واللي هيكلمنا أكتر عن علاقة البابا شنودة بالسادات، واللي تسببت بعد كده في تحديد إقامته، مش اعتقاله مش نفيه، ولكن تحديد إقامته في وادي النطرون. وبعد كده كان الرئيس السابق محمد حسني مبارك صاحب الفضل في انه يوقف تحديد الاقامه ويرجعه مره ثانيه علشان يرجع مره ثانيه يقود رعيته ويرجع مره ثانيه يعتني بكل المسيحيين في مصر. صباح الخير. صباح الخير. اهلا بحضرتك معانا النهارده استاذ روبير. وفي البدايه قبل ما نبتدي نتكلم عن علاقه البابا شنوده بالرئيس الراحل محمد انور السادات، علاقتك بالبابا شنوده تقول عنها ايه او تتكلم تقول ايه عن البابا شنوده؟ يعني وجودي في جريدة وطني تسبب ان انا كنت قريب بعض الشيء من قداسة البابا. في البداية بعزي كل مصر والعالم في فقد يمكن اخر شخصيات المحترمة في العصر الحديث اللي لها تأثير محلي ودولي كبير وبصمته هتفضل موجودة. كنت بس في البداية عايز اصحح معلومة متداولة كخطأ شائع كنت حضرتك اشرتي اليها، ان السادات اعتقل البابا شنودة بالضبط حوالي 33 يوم من سبتمبر 5 سبتمبر لحد 6 اكتوبر 81 قتل السادات. الرئيس السابق مبارك ترك البابا شنودة في الدير حوالي 3 سنين ونص لانه اخرجه من الدير مش زي ما كل الناس فاهمه لما اخرج السياسيين كلهم. البابا شنودة ترك في الدير ل 7 يناير 1985 فعلى يعني لانه الخطا ده ما كانش بيتقال خالص. الناس فاهمه انه البابا مبارك رجع البابا اول ما قسم اليمين واخرج المجموعه الكبيره من السياسيين اللي كان، بس انا ما قلتش هو رجعه امتى على فكره. ما انا بقول بس دي فكره لان الناس هو اخرجه من الدير أخرجه، ولكن انا ما تطرقتش لتاريخ اخراجه الحقيقي. فمهم نقول التاريخ احقاقا للحق وللتاريخ. يعني دي مهم. قداسة البابا طبعا كنت يعني قريب لبعض الشيء من رحلاته، خاصة في ذهبت معه إلى أسوان في افتتاح الكاتدرائية الكبرى في محافظة أسوان، وآخر رحلة قام بها لتدشين كاتدرائية كبيرة في كاتدرائية صوت السمائيين في شرم الشيخ شهر 12 2010، ودشن كنيستين تانيين. قداسة البابا شنودة يعني لو اتكلمنا عنه، هو رجل أخرج الكنيسة إلى الشارع، يعني دايما الآباط كانوا متحفظين في كل أفكارهم في كل معاملاتهم، لدرجة أن الصلوات كانت تغلق الأبواب. البابا شنودة انطلق صحفي وفتح الكنيسة للإعلام من مواضع الثقافة القبطية والآثار القبطية وكل التاريخ الكنسي إلى المواطن العادي. فوصل بهذا وده يحسب له طبعا أكيد. يعني اول بطرة كان منتظم في عظات اسبوعية من وهو اسقف تعليم، يتحدث للصحف، حوارات كتيرة جدا اجريت معه. بل كان بالنسبة لنا كصحفيين ان اي خبر عن قداسة البابا شنودة يستطيع ان يرفع توزيع اي جريدة حقيقي. وهذا اثر يمكن بشكل سلبي احيانا علينا كصحفيين مسيحيين. فبالتالي ان احنا لازم نغطي اخبار البابا او الكنيسة. جميل. فده كان يعني شيء مش دايما موفق، ما كانش دايما بيبقى موجود لان صعب، وخاصة ان ده ما وجبوش مثلا ان احنا بنفتقد ان الكنيسة ما فيهاش مكتب اعلامي بتتعاملي معاه بشكل واضح او مباشر. قداسة البابا شنودة في علاقته مع الرئيس الراحل السادات بدأت علاقة ودية جدا.
الرئيس السادات كرجل مثقف كأديب قرأ تاريخ الكنيسة القبطية وأعلن ده أكثر من مرة. كانت علاقتهم جميلة لدرجة أنه لما حصل على جائزة من إحدى الكنائس الدولية أهداها للبابا شنودة ميدالية تذكارية، بدأت المشكلة بتقوية السادات وتشجيعه للتيارات المتطرفة اللي كان عاوز يعملها عشان يواجه بيها التيار اليساري والناصري في وقتها. أيوة. فبدأت أحداث طائفية كتيرة، منها حادثة الخنكة وصولا للزاوية الحمراء، كانت أحداث طائفية وكان تشدد وكان الإعلام بيعتم. فده طبعا يعني خلى الناس البابا كأب تلجأ له، وحصر ووسع دور الكنيسة وقلص دور الدولة بالنسبة للأقباط. فطبعا يعني هي اترميت له، انت ما بتاخديش وظائف، مالكيش تواجد في الاعلام، مالكيش تواجد في النوادي، فابتدت الكنائس تبقى بديل للاقباط. وده اثر بعد فتره كبيره بعد سنين دي في امور برضو تعتبر سلبيه شويه. هل ده كان سبب من أسباب توتر العلاقة ما اه بين طبعا البابا اه وما طبعا بين رئيس السادات؟ طبعا كان في توتر بعد الاحداث الطائفيه الكتير. يمكن كان ممكن انقاذ مصر من حتى يعني التوترات اللي هي مستمره حتى الان أيوه لو تم بعد حادثه الخنكه مجلس الشعب عمل لجنه تقصي حقائق، كتب التقرير نسب للدكتور جمال العطيفي، والتقرير ده وصف حاله الفتنه ووصف العلاج، لكن للاسف ما حدش استخدمه حتى هذه اللحظه. فكانت فكره التوترات دي، وخاصة إن بعض الجماعات نسبت تقرير مزيف للبابا شنودة، في كلام فارغ لكن لقى صدى كبير في مجتمع يعني بيحب النميمة والشائعات، إن هو بيطالب المسيحيين إنه نسلهم يزيد عشان يبقوا أغلبية وكلام من هذا القبيل. ابتدت العلاقة تتوتر، الأقباط بيلجأوا للبابا، فالبابا ابتدى يتحول بالنسبة لهم هم كزعيم، فدي ضايقة السادات، هو عاوز يعمل زعيم عليا. فدي ابتدت المشادات، انتهى الأمر إلى ذكاء البابا ورفضه اتفاقية السلام. معاهدة السلام كان رافض ليها تماما. هو بدأ من قبل السادات، يعني هو دي كان ليه محاضرة شهيرة في نقابة الصحفيين فنت فيها الادعاء بأن إسرائيل شعب الله المختار، درجة في مرة قبله جيمي كارتر الرئيس الأمريكي فبيقول له ازاي، يعني بيسأله من منطلق ديني ازاي اسرائيل دي مش شعب الله المختار، فقال له طيب لو هم دول اللي صلبوا المسيح في معتقدنا هم شعب الله المختار، احنا مين؟ احنا مين يعني؟ فكان رد قصير وحكيم. محاضرته دي كانت ليها صدى كبير جدا، اول حد من جوه الكنيسة، طبعا هو الجيل اللي كان اول جيل متعلم، يعني البابا شنودة لسانس اداب تاريخ، خريج إكليريكية، رجل شاعر مثقف، فبيتكلم في صوان في نقابة الصحفيين، عملت المحاضرة دوي كبير جدا. فده كان موقفه من البداية ان هو رافض فكرة اسرائيل وقيام دولة اسرائيل، مش الموقف ظهر وقت معاهدة السلام، يعني ما كانش موقف جديد عليه. ثانيا ان هو عمل دور كبير جدا في اللي كتاب اسمه السادات في ذاكرة الاقباط، عملت فصل كامل عن دور الكنيسة في حرب أكتوبر 73. فكانوا زيه زي أي حد اتصدم بفكرة معاهدة السلام مع ناس، انت وخاصة البابا جيل عبد الناصر، اتربوا على انهم ده العدو، ففكرة انه يتحقق السلام. البابا كان سابق وقته، هو كان ذو خلفيه عسكريه كمان، اه طبعا يعني هو كان عايزين نقول ضابط كمان مشاة، ان هو كان ذو كان خلفيه ضابط مشاة. عسكريه ويمكن كان ليه وجهه نظر محدده بصرف النظر طبعا عن قصه شعب الله المختار اللي حضرتك كنت بتحكيها دلوقتي، انما هو كمان كان ذو خلفيه عسكريه، واعتقد انه كان ليه نظره في رفضه لمعاهده السلام ورفضه لزياره امريكا او رفضه للانضمام مع رئيس السادات في زياره امريكا. طبعا يعني هو لو الاقباط هرولوا، لو خدنا قصيدة المهرولون لنزار قباني، لو هرولوا لزيارة القدس، على فكرة دي ليها حنين كبير في نفس كل قبطي، يعني كلمة مقدس دي افتقدت في الشارع المصري محدش بيقولها. لو حضرتك رحت الصعيد وشفت البيوت كان بيترسم عليها حارة وزارة وحج بيت الله الحرام على بيت المسلم وعلى بيت المسيحي، قدس وزارة أماكن السيد المسيح المقدس فلان، فجيل المقدسين ده خلاص يعني تقريبا، لأن ناس كتيرة خضعت لقرار البابا. كانت بداية
انه يعني القرار الوحيد للبابا اللي ممكن نقول عليه سياسي وخلطه بامر ديني، يعني ده يمكن ما بيرحبش بيه ناس كثيرين، لانه ربط زيارة القدس بالاعتذار يعني بالمنع من طقس كنس اللي هو سر التناول، ايوه انه اللي يروح القدس مخالف ليه فما يتناولش، فيعني وصلها لدرجة الخطيئة. طبعا هنا لو كان الاقباط راحوا كانوا بقوا منبوذين من كل المصريين، لان الناس نفسها في رفض شعبي كبير ورفض في العالم العربي كله. فقال جملته الشهيرة: لن اسمح بان يكون الاقباط هم خونة الامة العربية. فطبعا يعني الاقباط يكونوا خونة الامة العربية ده شيء يعني صعب، فكانت ذكاء كبير من قداسة البابا ان هو يرفض تماما هذا الامر. فدي كانت يعني الصدام الكبير، لان انت هنا بتتحدى قرار رئيس الدولة، فكان صدام كبير وادى الى بعد كده يعني العلاقة توترت بشدة. للتاريخ فعلا ان في اقباط علمانيين كانوا مقربين من البابا ومن السادات تدخلوا في توتر هذه العلاقة بالفعل بين قداسة البابا وبين انور السادات. طيب استاذ روبير الفارس الحقيقه مساعد رئيس تحرير جريده وطني، انا بعتذر لحضرتك، احنا لازم نختم حالا لانه لازم نتنقل لتشييع جنازه البابا شنوده بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه. انا بعتذر لحضرتك وهنتنقل طبعا كلنا دلوقتي لتشييع الجنازه ولحظات الوداع الاخير لجثمان البابا، هيتنقل طبعا من كنيسه الكاتدرائيه بالعباسيه انتقالا لوادي النطرون. هسيب حضراتكم واسيب كل مشاهدينا الكرام لمتابعه ومشاهده لحظات الوداع الاخير للبابا شنودة.